شفت الحرير او حتى مسكته؟ سعر متر الحرير 350 جنيه او 70 ريال سعودي. نعمل ايه ونحتاج قد ايه عشان نعمل 100 كيلو حرير ونبيعهم ب 150 الف جنيه او ب 30 الف ريال سعودي؟ وللمعلومه الحرير مطلوب في اغلب الدول حوالين العالم. بص كبار، علبه البيض بتاعت الديدان بتنتج حوالي 3 كيلو في الدوره، يعني محتاجين 35 علبه بيض. سعر العلبه 400 جنيه في 35 ب 14 الف جنيه. الدود اللي بينتج كيلو حرير واحد بياكل 100 كيلو ورق توت في الدوره اللي هي 45 يوم، يعني محتاجين طن ورق توت طول الدورة. طيب هنجيب التوت ده منين؟ هنزرع توت هندي شتلة ب 25 جنيه، هنجيب لنا حوالي 200 شتلة، سعرهم حوالي 5000 جنيه، هيكفونا وزيادة، وكل ما كبر عمر التوت زاد ورقه، وإحنا مش هنزرع التوت غير مرة واحدة. المصاريف 14000 و 5000 19000، وهنعمل حساب 31000 تحت أي مصاريف أخرى، اللي هو الرش والمبيدات والتصبيخ والعلب وكل اللي محتاجينه، مش هيتعدى ال 10000، لكن إحنا هنعمل حساب 31000 تاني. بكده المشروع يكون صرف 50000 وجاب 150 في خلال شهرين، وممكن نقدر نعمل دورتين في السنة. طب لو انت كسلان وعاوز شغل من البيت، ادخل على بحث اليوتيوب واكتب طه عبد الناصر، هتطلع لك قناتي عليها الشغل ده، فانت حط لايك وقوم شوف مصلحتك. سلام.